دخل الآن قرار مجلس الوزراء بتعديل موعد حظر التجول الجزئي حيز التنفيذ، حيث يصبح من الساعة 6 مساء عوضا عن 5 ويمتد حتى 5 صباحا. مجلس الوزراء قرر أيضا أمس السماح لخدمة التوصيل للمطاعم والمقاهي من الساعة 6 مساء حتى 10 مساء، بالإضافة إلى تخصيص الفترة من الساعة 6 مساء وحتى 8 مساء لممارسة رياضة المشي داخل المناطق السكنية من دون استخدام السيارات أو غيرها. ومعنا عبر الهواء مباشرة مراسلنا نواف الشراكي من قرب منطقة الشامية على طريق الملك فيصل السريع. نواف مساء الخير، انقل لنا الصورة عندك وكيف تبدو الشوارع مع دخول حظر التجول موعده المعدل حيز التنفيذ. مساء الخير محمد، ومساء الخير لمن يتابعنا الآن عبر موجز الأخبار في تلفزيون دولة الكويت. مثل ما تفضلت، ونحن الآن من فوق جسر المشاة الذي يربط ما بين منطقة شامية وضاحية عبدالله السالم، وتحديدا على طريق الملك فيصل السريع. يمكن محمد الآن نحن اليوم الأول بالنسبة بعد قرار مجلس الوزراء بالسماح بأن تبدأ فترة الحظر الجزئي اليومي من الساعة 6 مساء وحتى 5 صباحا من اليوم الثاني. وفي بداية هذا اليوم وبداية ساعات الحظر الأولى الآن في هذا الوقت، كما تشاهدون يعني من خلال الصورة أمامكم بحركة السير للمركبات في هذا الطريق، وربما الآن يعني خلاص يعني الآن الحركة خفيفة جدا. يمكن قبل تقريبا نصف ساعة أو ساعة إلا ربع كانت الحركة أكثر من هذا الشيء، ولكن يبدو بعد تطبيق الحظر، ويعني هذا يعطينا مدى وعي وثقافة الناس بالتزامهم بهذه القرارات، ويعني بهذا اليوم الأول بهذا القرار الجديد والساعات الجديدة بالحظر التجول اليومي، بدأت الصورة بأن الحركة جدا انسيابية وحركة السير ضعيفة جدا، وبالتالي يعطينا مدى ثقافة الناس واستيعابهم لهذه القرارات. وإن شاء الله إحنا الآن كقطاع الأخبار والبرامج السياسية راح نكون متواصلين معكم في التغطيات اليومية حول جميع الأمور، ومن ضمنها حركة السير للمركبات في الشوارع الرئيسية والطرق السريعة في دولة الكويت. نعم. نعم الزميل نواف الشراكي قرب منطقة الشامية على طريق الملك فيصل السريع، شكرا جزيلا لك.